الحمد لله والشكر، العملية تجري بكل انسيابية وانسيابية عالية، لم يسجل لدينا أي عطل في الأجهزة، الأجهزة تعمل بشكل جيد منذ الساعة 7 صباحا، ومع استقبال أول ناخب في نينوى. نينوى تضم 4 مراكز اقتراع و5 محطات، فيها 1038 ناخب يمثلون القوات الأمنية بكافة مسمياتها، وللمحافظات الإقليم في سليمانية وأربيل ودهوك و حلبجة. الناخبين اللي يمتلكون البطاقة البيومترية هم لديهم الحق في عملية الاقتراع هذا اليوم. بدأنا الساعة 7 صباحا وينتهي العمل إن شاء الله الساعة 6 مساء بشكل إلكتروني. يتم إرسال النتائج عبر الأقمار الصناعية، وسيكون هناك عد وفرز يدوي للمقارنة ما بين الإلكتروني واليدوي، وبعدها تنتهي العملية إن شاء الله على خير. هناك مراقبين من قبل الكيانات السياسية ومراقبين منظمات المجتمع المدني، وأيضا العمل جاري بكل شفافية أمام وسائل الإعلام المتواجدين معنا منذ الساعات الصباح الباكر.